ببعض الحالات من التوتر ممكن نشعر بتسارع خفقان القلب، وممكن تتكرر هي الحالة بشكل مستمر، وهون ممكن نوقف لنتعرف أكثر عن هي الحالة. إيمت بيكون خفقان القلب هو طبيعي وشعور اعتيادي ممكن ناجم عن بعض الحركات اللي بنقوم فيها، وإيمت بيكون هذا الخفقان هو إشارة لمرض بالقلب؟ خلينا نتعرف أكثر على تفاصيل ومعلومات طبية مؤكدة مع دكتورنا لليوم أحمد العايد، استشاري بأمراض القلب والقسطرة القلبية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك وشكرا لكم. يسعد صباحك. بالبداية إذا بدنا نحكي عن خفقان القلب طبيا، سابقا بتروح الصبية اللي عند أمها بتقول لها قلبي عم يخفق بتكون عشقانة. هلا بدنا نحكي عنه طبيا، إذا بدنا نحكي أكثر، لما نقول هو فعلا طبيا أو في مشكلة صحية ولا هو أمر طبيعي ولا بحالات أخرى ممكن نعرفه أكثر؟ هلا أول شيء شو هو الخفقان؟ صحيح. الخفقان هو الشعور الشخصي بضربات القلب. عادة الإنسان ما بيحس بضربات قلبه، هذا الشيء الطبيعي العادي. لما يصير يحس بضربات قلبه هون بصير الخفقان، أو اللي بنسميه الخفقان كعرض لحالة القلب. الحمد لله إنه معظم حالات الخفقان هي حالات سليمة، هي حالات طبيعية بسيطة. هلا طبعا بنقسمهم كأسباب لمجموعتين، خارج قلبية وقلبية. أول شيء في ردود فعل كتير طبيعي إنه تكون فيها خفقان، مثلا عند التوتر النفسي واحد مثلا سمع صوت عالي فجأة، شيء طبيعي إنه يصير في عنده خفقان. هذا مو مرض، هذا ما فيني أقول عن كل واحد يصير معه ظاهر هذا مرض، هي ردة فعل طبيعية. عند الجهد، عند ممارسة الرياضة مثلا، كمان بصير في زيادة بسرعة ضربات القلب لحتى القلب يلبي طلبات العضلات من الدم ومن الأكسجين، فبيضطر إنه يزيد عمله ويزيد سرعته، كمان هي ظاهرة طبيعية. بعد الطعام كمان شيء طبيعي يصير شوية زيادة بسرعة القلب. هلأ الشيء اللي مو طبيعي أن يكون ردة الفعل هي أقوى أكثر. عموما الخفقان لما يترافق بأعراض تانية هون المشكلة الأهم، مثلا دوار، دوخة، أو ألم في الصدر، هذا مهم كتير، أو ضيق نفس، أو حتى بعضهم بصير خفقان ممكن يؤدي للإغماء. هي حالة مرضية تستدعي طبعا أنه ندخل بتفاصيلها أكثر ونعمل استقصاءات أكثر لحتى نشخص الحالة شو سببها لحتى نبدأ بقى بالعلاج. هلا اذا بدنا ندخل بتحبوا انه نحكي كاسباب؟ اكيد. بس بالبدايه كان بدي اسالك دكتور، في كثير اشخاص ممكن يعانوا من هي الحاله باعمار مختلفه، يعني ما تقتصر فقط على انه شخص كبير بالسن او عنده امراض معينه بالقلب او غيرها، ممكن نلاقيها عند شباب خفقان بالقلب وما بيتدارك الموضوع بشكل مبكر، بيقول عادي اكيد انا بسني ما رح يصير لي شيء. هي الجمله قد ايه ممكن فعلا تفاقم الحاله؟ هلا نحن قلنا انه اسباب الخفقان في شيء خارج قلبي وفي شيء من القلب نفسه. هلا بفئه الشباب والصغار بالعمر غالبا بتكون اسباب الخفقان خارج قلبي. يعني شو بنقصد بخارج قلبية؟ مثلا فرط نشاط الغدة الدرقية، فقر الدم، فقر الدم مثلا بيؤدي لخفقان. الحمى، الأمراض اللي بتؤدي لارتفاع الحرارة، ارتفاع درجة حرارة الجسم بتؤدي إلى زيادة بسرعة القلب بيؤدي إلى الخفقان. الشدة النفسية أو العصبية مثلا، توتر النفسي هي أكثر سبب ممكن يؤدي للخفقان، الأكثر شيوعا تماما. هي عند فئة الشباب. هلا الكبار بالعمر لا، بقى في اسباب تانية اهم، مثلا نقص التروية القلبية، ممكن اضطرابات الوصل الكهربائي داخل القلب، بنسميها اضطرابات النقل الكهربائي داخل القلب ممكن تترافق بالخفقان. في مرض اسمه الرجفان الأذيني، هذا معروف ومشهور وله مشاكله طبعا، كمان بيشعر الانسان فيه كخفقان قلب. هذا كله بيستدعي وقتها انه نعمل الاستقصاءات اللي هي تخطيط قلب وايكو دوبلر، بعض التحاليل، بعض الاشياء لحتى نشوف شو وراء هالخفقان، هل هو مرضي بمعنى انه في مرض بالقلب او هو من اشياء خارج القلب اللي ممكن تؤدي لهالشيء. طيب دكتور، حكينا على الاسباب ممكن تكون لها علاقه بالقلب او خارج،
يعني لها علاقة بالجسم، ايمتى فينا نقول انه هي المشكلة صحية من خلال هي الاسباب انه بتأثر على الجسم بشكل عام؟ يجب انه فعلا متابعتها عند طبيب، وما هي عرضية فقط بتمر مرة واحدة ولازم الموضوع عادي، لا، في حالات طبية يجب انه فعلا نروح لعند الطبيب ونستشير، وإلى آثار على المدى الطويل. الحقيقة هلا لما نقول خفقان دائما نسأل عن المدة. عادة لما يكون خفق لثواني أو يعني أقل من دقيقة مثلا، فهي غالبا ما أنا مشكلة وما بتأثر وهي عادية، ممكن تكون حتى خوارج انقباض عادية بتكتر كتير عند الشباب والصبايا. أما لما يكون لفترات طويلة تترافق بأعراض تانية مثل ما حكينا، لما يكون في ألم صدري، في ضيق نفس، في دوخة، في دوار عم يصير معه، هون لا، هي هي اللي بدها دراسة واستقصاءات وبالتالي علاج. طبعا العلاجات بقى مختلفة جدا، يعني ممكن حتى القسطرة القلبية ندخل فيها مشان موضوع الخفقان هذا اللي ممكن يصير، بس هي بحالات هي قليلة، كخفقان قليلة نحتاج قسطرة بس ممكن ندخل فيها. في شيء اللي بنسميه القسطرة الكهربائية، دراسات الكهربائية الفيزيولوجية مثلا، في كي حزم ممكن ينعمل، هذا كله بموضوع اللي اسمه تسرعات القلب أو الخفقان بالتعبير الشائع. طيب دكتور، خلينا نحكي أكثر عن الحالات الخطيرة من خفقان القلب وتطوراتها وعوامل الخطورة اللي أصلاً ممكن تأثر على هي الحالة. مثل ما قلنا أنه وجود أعراض تانية أو وجود أمراض تانية، يعني مثلاً مرضى السكري ممكن يصير فيه خفقان، ممكن يحس المريض بالخفقان وممكن ما يحس فيه، بس اذا حس فيه لازم انه نستقصي القلب عنده، لانه ممكن تكون الشرايين الاكليليه انصابت عند هذا المريض، توصل لهي الدرجه طبعا. فهو بيكون وقتها التسرع القلبي او الخفقان هو عرض لنقص التروية القلبية، اللي هو بقى بيستدعي مثل ما قلنا اجراء قسطرة، اجراء توسيع الشرايين بالبالون والشبكات الى اخره. هلا ممكن يكون ردة فعل عصبية بسيطة، توتر، هي ادوية معينة بتفيد جدا بهالحالة. ممكن يكون فقر دم، فعلاج السبب رح يؤدي إلى زوال الخفقان. أكيد. ممكن إذا كان في اضطرابات بالغدة الدرقية وخاصة فرط إفراز الغدة الدرقية، نسميها فرط نشاط الدرق، كمان بأدوية مناسبة ممكن يروح الخفقان ويزول نهائيا. المشكلة هي الأساسية بالخفقان نفس المنشأ اللي بينتج عادة عن توتر نفسي. هو أغلب، وهذا اللي بسألك عنه، الأكثر شيوعا، يعني بما أنه عم نحكي عن حالات مرضية موجودة، الأكثر شيوعا فينا نقول هو التوتر النفسي، هي الأكثر شيوعا بفئة الشباب. بفئة الشباب. أما اللي مثلا فوق الأربعين لا، أي خفقان أو أي إحساس بسرعة القلب لا، هي مرضية، هي تعكس مرض مو حالة نفسية، ما فيني نقول بس حالة نفسية. أكثرهم شيوع عن الحالة المرضية. تمام. حتى بس نحن قلنا حتى عند الشباب الخفقان ممكن يكون وراء مرض. صحيح. بس بيكون غالبا خارج قلبي. هلأ الأمراض القلبية مثل ما صنفناها هي بتنوجد بأي عمر على فكرة. صحيح. ما عم نخصص فقط الكبار أو الصغار. هو المعروف دائما بيقولك الكبار السن، لا، هي ممكن تشمل أعمار. شذوذات النقل. صحيح. هي عند الشباب أكثر مثلا، هي مرض بكهربائية القلب بتصير عند الصغار أكثر من الكبار حتى. أمراض شرايين القلب الإكليلية لا، بتكون عند الكبار أكثر من الصغار مثلا. طبعا أثناء الدورة الشهرية عند السيدات كمان بصير خفقان، وهذا شيء طبيعي. هذا الشيء طبيعي لا يستدعي أصلا، حتى إذا ما كان في أعراض تانية مرافقة للخفقان، وجع صدر أو لهتة أو إلى آخره، أثناء الدورة لا يحتاج إلى أي استقصاءات أو إجراءات تانية لأنه هي طبيعية. فقر الدم من الحالات مثل ما قلنا الشائعة جدا، اللي ممكن يكون إنسان مثلا خضابه 8 أو 9 وعم ياخد أدوية للقلب، وهو المشكلة هي بالدم، مجرد ما ارتفع خضاب الدم ما في داعي أصلا للأدوية القلبية لأنه رح تنتظم سرعة القلب وتصير طبيعية ويزول الخفقان. لهيك دائما يمكن هاي الحالات دكتور لما بتصادفكم أو بتوصل أصلا للعيادات فبتعملوا اللي بسموه دراسة تماماً. والحالة المرضية للمريض وأيضا لعائلته، وهل بيعاني من أمراض مزمنة. كتير بنشوف للأسف أشخاص بيعانوا من أمراض مزمنة ولكن ما بينتبهوا، مثل مرضى السكري وغيره، ما بينتبهوا على القلب مع أنه هو أكثر حدا بيتأثر بعد السكري. خلينا نحكي شوية نصائح عن هذا الموضوع. مرضى السكري طبعا هي الإشكالية مو بس ارتفاع السكر، ممكن تكون انخفاض السكر اللي ممكن يصير عندهم، خاصة المعالجين بالأدوية القوية الخافضة للسكر ممكن يصير هبوط سكر، وهذا بيؤدي لتسرع قلب عندهم.
بيؤدي الإحساس بالخفقان عندهم. هاي مشكلة الحياة تستدعي العلاج الفوري. أحيانا الوزن الزائد كمان بيؤدي البدانة، الوزن الزائد، التخين، النيكوتين بيسرع القلب مثلا، قلة الحركة، قلة الفعالية الفيزيائية، خلينا نقول نقص الرياضة، خلينا نقول اللي ما بيمارسوا رياضة تنقص عندهم اللياقة البدنية، بصير أي جهد بده يمارسه بيعمل خفقان، سرعة القلب فوق 100 مثلا، وبصير في ضيق نفس، عدم تحمل للجهد، مو شرط يكون في مرض. هي الحالة اللي هي نقص لياقة البدنية كيف تتعالج؟ هي تشابه قصور القلب كأعراض، بس هي ما بدها علاج للقلب، هي بدها علاج يعني بالأشياء الغير دوائية اللي هي الحمية لإنقاص الوزن ورياضة، زائد ممارسة الرياضة بشكل يومي. مشكلتنا بممارسة الرياضة أنه هي ما يعني غالبا ما بتكون يومية أو ما بتكون دائما، يعني بيسجل بالنادي مثلا شهر شهرين بيقطع بعدين خلاص ما بنروح عليه. أيوة. هو أنه يوم يومين بيلعب رياضة وبيريح باقي الأسبوع، ما بينفع، لازم على الأقل 5 أيام بالأسبوع اللي بده يمارس رياضة حصة يومية، نص ساعة على الأقل، من نص ساعة لساعة، 5 أيام في الأسبوع كافي بهيك حال. طيب دكتور، خلينا نحكي خفقان القلب فينا نقول ممكن يصيب الأطفال؟ طبعا. هلأ دائما نقول مثلا نسمع الطفل لما يخاف أو يعمل ردة فعل بتحس إنه مثلا دقات قلبه تسارعت، بس ممكن إنه يكون في حالات مرضية عند الأطفال، وشو هي أسبابها؟ هلأ من ولادة الطفل هي بيكون سرعة القلب أعلى بكتير من الكبار، يعني 120-130 ممكن يكون طبيعي، هذا مع العمر بينقص، تنقص سرعة القلب. بس في أمراض مثل ما قلنا، أول شيء أمراض خلقية ولادية، شذوذات خلقية بالقلب ممكن تترافق بحس الخفقان. في أمراض بالنقل الكهربائي، هي كمان من الطفولة ممكن تنكشف كمان، هي بيظهر أو بيحس عليها الطفل بحس الخفقان اللي عم نحكي عنه. وهي هون مهمة جدا عند الأطفال، يعني إحنا بنقول دائما زملائنا أطباء الأطفال هن اللي لازم يشوفوا الطفل أولا، وهن إذا احتاجوا استشارة قلبية ممكن يحولون لأخصائي القلب لحتى يتابع الاستقصاءات، لأنه ممكن الإحساس بالخفقان يعني في مشكلة قلبية، ممكن يكون أسباب خارج قلبية، ممكن يكون بالقلب نفسه في عنا مشكلة. طيب دكتور، كمان في بعض الأشخاص سابقا ما كانوا بيشعروا بمشاكل، فجأة بيقول لك أنا صرت لما بمشي أقل مشي بحس عندي لهتة وعندي خفقان، صرت على أقل مجهود عم بعمله عم حس أنه أنا متضايق، فهذا خليني أقول مشعر لشو؟ شو ممكن يدلنا؟ هلا إذا ما في زيادة وزن مثلا عند المريض، إذا ما في تبدل بنظام حياته من حيث الجهد، هو نفسه صار هالشيء، هون فورا بدنا نتوجه نحو داء القلب الإكليلي، داء شرايين القلب، لنتأكد منه نشوف شو الوضع فيه. أيضا بدنا نستقصي الصمامات القلبية، هل فيها مشكلة، هل صار فيها شيء، والعضلة القلبية هل في بداية قصور قلب، يعني الأمراض البنيوية بالقلب المقصود فيه لازم نستقصيه، لأن صار تبدل مثل ما تفضلتي. طبعا كان يمشي هالمسافة ما يحس بالخفقان، ما يحس بأي مشكلة، صار يحس فيها. فالهون هي عموما عم نشوفها جديدة عند الشباب، لأنه من سبب قلة الحركة، يعني بتلاقي يعني بما أنه يمكن القعدة بالبيت بسبب كورونا ساعات طويلة، العالم ودخان عم تشوف النشاط عند الشباب قل، يعني بيمشي شوي بيتعف، عنده سرعة خفقان قلب، بيطلع على الدرج طابقين بتلاقي ما عاد طلع نفسه، هي كمان إلها علاقة ب بس هي تدريجية، هي تدريجية بتصير، ما رح تصير فجأة انه والله الشهر الماضي انا كنت اطلع طابق لا خامس. بس بدنا متعودين فئه الشباب تكون بهي، يعني هلا عم نشوفها منتشره عند الشباب. صحيح. بس هلا مثلا واحد كان يطلع طابق خامس ودائما عم يطلع وما فرق معه، من شهر وجاي صار الطابق الثاني ما يقدر يطلع، لا في مشكله ثانيه، معناتها في مشكله قلبيه صارت عنده، هي بدها انتباه شديد. طبعا بنحب نطمن الناس، بس يعني مو كل خفقان بصير عند الانسان يعكس مرض قلبي، لكن هو كظاهره كعرض هو مهم لدرجة تدفعنا أنه نطلب استشارة الطبيب القلبية وإجراء الاستقصاءات اللازمة اللي بتصير بأي عيادة، مثل ما قلنا تخطيط وإيكو قلب وهالأشياء، وممكن الطبيب يطلب بعض التحاليل، بعض الاستقصاءات الثانية المخبرية لحتى يأكد التشخيص ولحتى يوصف العلاج الصحي للمريض. أكيد، يعني معلومات دائما مفيدة ودقيقة، وبنتمنى الكل يكون استفاد منها. الدكتور أحمد العايد نتشكر وجودك معنا، دائما بتعطينا هيك خليني أقول كل شيء اختصاصي وكل شيء ممكن يساعد الناس. شكرا لك. شكرا لكم، الله يعطيك العافية. شكرا لك.